السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. الأسواني اللغوي؟ نعم. هات ما عندك، هات ما عندك. ما يؤمن أحدهم إلا وما يؤمن أكثرهم إلا وهم أكثرهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. ما شأنك؟ قال ابن عباس في تفسيرها، في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم هم يشركون مع الله، يعبدون مع الله آلهة أخرى. هذا رأي ابن عباس، وتبعه على هذا الجمهور، لأن الآية في بعدها أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا قول الأكثرين. نعم، من العلماء من قال إن قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يشركون مع إيمانهم بالله شركا أصغر كالرياء، وشركا في الصفات، وشركا في الأسماء، وذكر أنواع الشرك، لكن الذي عليه الجمهور هو ما ذكر، وبالله التوفيق.